للحديث عن ارتفاع معدلات العنف الأسري في العراق والأسباب التي تقف وراءه معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بك. أكثر من 32 ألف دعوة قضائية متعلقة بالعنف الأسري في غضون 18 شهرا فقط، ماذا تعني أو ماذا تعني هذه الإحصائية؟ السلام عليكم وتحياتي للجميع. الأمر ما يعني بالوقت الحاضر أنه هذه يعني هذا شيء لا مستحيل، يعني لا نستغرب منه، من الحالات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع العراقي، لأنه هو يتحمل الأمر الأول والأخير هي الحكومة العراقية. زيادة العنف ضد الشعب العراقي من الأجهزة الأمنية ومن الدولة وحالة الفقر وحالة البطالة والحالات الأخرى المتعلقة بشهادة الأطفال، يعني هذا الأمر متعلق بعدة أمور، لهذا السبب يخلي العائلة العراقية بهذه الصيغة، لأنه الحكومة العراقية لا ترعى الأطفال ولا ترعى العائلة العراقية ولا عندها الاستعداد أنه تبادر بهذه ببرنامج معين اجتماعي معين من قبل الحكومة يدار لجلب الخير للمجتمع العراقي ولجلب الخير للمؤسسات المجتمع المدني الموجودة في العراق. مع الأسف هذا لم يلاحظ في العراق، بالعكس أنه الحالات الاجتماعية تتدهور في كل أنحاء العراق، لأنه العائلة العراقية هي تعتمد على الموارد المادية، والموارد المادية تقريبا معدومة عند الشعب، كثير من الشعب العراقي المتمكنين من الشعب العراقي هم أصحاب السلطة والأحزاب والميليشيات هي التي تتمكن، وحتى في الميليشيات والحكومة والأحزاب السياسية هنالك مشاكل في عوائلهم، لأنه مشكلة الجريمة والانتهاك لحقوق الإنسان في العراق مبرمجة. يعني أنا لا أفهم أين هي الحكومة من هذه الأعمال. الأعمال تأتي لأنه الحكومة العراقية لا تباشر بهذا العمل الإنساني من أجل إنقاذ العائلة العراقية من المحنة الموجودة فيها. في هذا الإطار، هل تتناسب القوانين والتشريعات الحالية مع مدى الانتهاكات ضد النساء وضد الأطفال وضد كبار السن؟ حقيقة إذا واحد يقرأ الدستور العراقي أو القوانين التشريعية الموجودة بالعراق، بالعكس هي يعني جزء من عدها مدني، جزء من عدها، بالإضافة إلى فيها ثغرات كبيرة في الدستور العراقي تمنح التعدي والتجاوز على النساء أو تجاوز على الأطفال لأنه الأطفال هم ركيزة العائلة، وهذه العائلة الحالة الاجتماعية هي تدعي الأب أو تدعي الأم لانتهاك بحقوق الأطفال. يعني تدعي الأم أنه أولادها لازم يذهبون للشحاذة، وهذه الشحاذة تطلب من عندهم مبلغ من المال لازم يجلبوه إلى البيت. هذه حقائق، وهذه الحقائق بالقوة، يعني العائلة تجبر أبنائها بالقوة. السبب هو سبب اقتصادي، سبب معيشي، سبب عدم رعاية الحكومة للحالة الاجتماعية الموجودة بالعراق. لا توجد فرص عمل لإنقاذ المجتمع العراقي حينما يكون المجتمع متمكن ماديا والعائلة متمكنة ماديا. هذه الحالات هذه الحالات تقريبا تنتهي أو تنعدم في المجتمعات المتحضرة، ولكن في العراق لا توجد عمل، لا يوجد مؤسسات تعمل من أجل إنقاذ العائلة في حالة المشاكل. هنالك نصائح للعائلة كيف تكون العائلة، لكن العائلة مسكينة، العائلة العراقية متورطة بهذه الحالة الاجتماعية. يعني يجب أن تعيش، يجب أن تأكل وتشرب وتسكن. حقيقة هذا لم يوجد في العراق. ما مدى خطورة أن تكون المرأة العراقية هي أول المستهدفين بالعنف الأسري، وخصوصا في مع المعدلات؟ يعني حقيقة أضعف نقطة بالعائلة هي الأمرأة والأطفال، أضعف حلقة بهذه العائلة، لأن الرجل هو عنده القوة وعنده الإمكانية أنه يعتدي
على المرأة أو على الطفل، يعني هذه حقيقة. بس هذه الأمور ممكن وجود حلول، منظمات أو مؤسسات حكومية تدافع عن الأسرة وحق الأسرة، تدافع عن النساء. هذه المؤسسات لا توجد بالعراق، معدومة، وإنما فقط يتقاضون الرواتب. هنالك مؤسسات، ولكن هذه المؤسسات هي شبه مجمدة، فقط يأخذون الرواتب ويستلمون الرواتب. هنالك مؤسسات كثيرة من هذه المؤسسات لإنقاذ العائلة العراقية من الحالة الاجتماعية أو من الانتهاكات الحقوق الإنسان في العائلة. أستاذ ضياء، كيف تنظر أوروبا بمنظماتها، يعني بمنظماتها المتخصصة، كيف تنظر إلى واقع المرأة العراقية داخل المخيمات، أو واقع المرأة العراقية التي تعاني من انتهاكات داخل السجون، من واقع اقتصادي مزري من بلد يعيش على بحر من النفط وإيراداته وواردته مليارات الدولارات؟ كيف تنظر دول أوروبا للمرأة العراقية؟ هل الأمر بعيد عن أنظار أوروبا، بعيد عن أنظار العالم فيما يخص المنظمات؟ يعني تؤدي دورها المنظمات، ولكن العالم بشكل عام هل يغض الطرف عن ما يجري من انتهاكات ضد المرأة وضد الأطفال وكبار السن في العراق؟ حقيقة الإعلام الأوروبي، هنالك مؤسسات قانونية وهنالك مؤسسات أوروبية تبحث بهذا الموضوع وتكتب التقارير وترفع التقارير، لكن الإعلام لا يغطي هذه 100% إلا إذا كان تحدث عملية كبيرة ضد النساء. نعم، هنالك انتهاكات، والمجتمع الأوروبي يعلم هنالك انتهاكات للأمرأة العراقية مباشرة من قبل العائلة ومن قبل المجتمع ومن قبل الدولة أيضا، لأنه الدولة اتخذت اتجاهات دينية مذهبية طائفية عرقية. لهذا السبب الناس تعلم هذا الشيء، ولكن ليس كل الناس، وإنما الطبقة المثقفة أو الطبقة لها اطلاع بالمجتمع العربي أو المجتمع الإسلامي. لكن حينما تحدث مشكلة كبيرة مثل ما حدث في إيران بالوقت الحاضر لقتل البنت الكردية، نشرت في الصحافة وتكلموا عليها، الإعلام الأوروبي تكلم بهذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع هو مواضيع سياسية بحتة. يعني نتكلم احنا بصراحة، حينما تثير الصحافة مسيسة في أوروبا، في العراق موجودة هذه، ويعلمون ماذا يحدث للنساء وحتى الأطفال والتسول. الأطفال يعلمون، ويعلمون جيدا أنه العراق من أغنى البلدان العالم في النفط والموارد الطبيعية، لكن العراق من الدول الفقيرة جدا بالوقت الحاضر. يعلمون هذا الشيء المجتمع، بس المجتمع لا يبدل، المنظمات الإنسانية لا تبدل شيء، لا يمكن أن يبدل شيء. الحكومات الأوروبية تدعم الحكومة العراقية من أجل إنقاذ جزء ما ممكن إنقاذه من هذا، ولكن الطريق كله قاعد يمشي بطريقة خاطئة، لأنه الذي يهيمن على العالم ليست الدول الأوروبية وإنما الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على العالم، وإيران لها ضلع كبير في تدمير العراق. احنا لازم نذكر الحقائق، شو هي الحقائق. يعني اجت هذه البدع لانتهاك الأمرأة في مجتمع العراق وحتى في إيران، هي من قبل الملالي ومن قبل ولاية نعم، الفقيه. يعني احنا نتكلم بهذا الموضوع، راح ننحرف عن حقوق الإنسان ونتكلم موضوع سياسي. الموضوع السياسي وموضوع حقوق الإنسان، أنا في رأيي يعني متقاربين مع بعض. من يتكلم على هذا الموضوع واضح. نتكلم على هذا الموضوع أيضا. السبب الأول والأخير هي ولاية الفقيه الموجودة في إيران. شكرا. من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، مرحبا.